مرحبا متابعينا، أنا الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام. رح نحكي هلأ عن الأدوية في حالة التسمم الغذائي. طبعا التسمم الغذائي عندنا بيحصل نتيجة تناول طعام ملوث بالكائنات الحية الدقيقة زي البكتيريا والفيروسات والطفيليات، ممكن عن طريق كمان السموم اللي بتنتجها عن طريق شخص مصاب فيها، أو عن طريق القوارض والحشرات لما بنترك الأكل برا لفترات طويلة. فالتسمم الغذائي عندنا نوعين، في عندنا تسمم ميكروبي وفي عندنا تسمم كيميائي. التسمم الكيميائي بيحصل نتيجة رش المبيدات الحشرية على الخضروات والفواكه. هلا لما بدنا نيجي نحكي عن علاج التسمم الغذائي بيعتمد على شدة الأعراض. هلا إذا كانت الأعراض عندنا خفيفة، يعني عندنا قيء وإسهال، عندنا كمان ألم في العضلات والمفاصل، في عندنا تقلصات بالبطن، ارتفاع بدرجة الحرارة، قشعريرة، بهاي الحالة المريض ما في داعي إنه يلجأ للتدخل الطبي أو ياخذ علاجات طبية، هو فقط بحاجة للراحة وبحاجة لتعويض السوائل، يعني ياخذ لترين من المي، وحتى بيقدر كمان ياخذ محاليل الإماهة الفموية اللي هي الأورال ريهايدريشن سوليوشن، لأن إحنا كتير بنخاف من مشكلة الجفاف اللي بتكون خطرة خاصة عند النساء الحوامل والأطفال والكبار بالعمر اللي بتكون المناعة عندهم ضعيفة. هلا في عنا لما بتكون الأعراض شديدة، يعني بيصير في عنا تلعثم بالحكي، بيصير في عنا تشوش ذهني، ممكن يصير في عنا استمرار الأعراض وما بتتلاشى، يعني عنا مثلا إسهال مصحوب بدم لأكثر من 3 أيام أو قيء لمدة أكثر من 3 أيام مصحوب بدم، وبيصير في عنا كمان أعراض جفاف، يعني بيصير في عندنا جفاف بالفم والحلق وبيصير في عندنا قلة وندرة بالبول. بهاي الحالة المريض لازم يلجأ للطبيب، وبالطبيب بيقوم بفحصه، ممكن كمان يطلب له فحص للدم وللبول حسب النتيجة تبعت الفحص البول. إذا كانت المسبب بكتيري هو بحاجة لمضاد حيوي بيعطيه الجرعة المناسبة، أما إذا كان فيروسي ما في داعي للمضاد الحيوي. قد تستدعي الحالة دخول المريض للمستشفى وإعطائه محاليل وريدية تعويضية. هلا كتير ضروري متابعينا ننبه انه النظام الغذائي اللي بتبعه الشخص كتير مهم في حالة التسمم الغذائي. لازم المريض يتبع يعني وجبات خفيفة متعددة، يعني تكون عبارة عن شوربة ما فيها أجسام صلبة، سوائل كتير ياخد في الوجبة، أشياء سهلة الهضم زي الخبز المحمص والموز والتفاح، ويبعد عن الأشياء الصعبة الهضم زي المواد الدهنية والتوابل اللي بتهيج من أعراض المعدة والأمعاء. وبعدين برجع بشكل تدريجي لتناول الطعام. وبالنهاية بتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. وزي وزي شيء من كل شيء.